مشاهدون الكرام، مشاهدي النيل الأزرق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عود على بدء، سرني أن أواصل حديث السيرة والمسيرة عن شخص الضعيف السر أحمد قدور. تكلمنا عن حاجات كثيرة لمسنا في فن الغناء كمستمع كمتلقي، ولمست حاجات في الطفولة، سواء كان أغانينا الشعبية أو لما جبنا الفونوغراف أو لما سمعنا الراديو. ولكن دخولي إلى عالم الغناء كمؤلف له قضية أخرى. وأنا أتذكر احتفلوا بي السودانيين في الإمارات العربية المتحدة في أمارة الشارقة، وحييهم وحي أهل الشارقة جميعا، احتفلوا بنا وأكرمونا غاية الإكرام، فلهم منا الشكر الجزيل. في ذلك اليوم استغرب الناس لما وقفت وقلت هذا تكريم لفلان وفلان وفلان وفلان، ذكرت حوالي 7-8 أسماء من أهل الغناء الذين كان لهم أثر وتأثير على إنتاجي وعلى شخصيتي. ذكرت مثلا أستاذنا عمر البنا. عمر البنا ده أحد عبقريات الغناء السوداني، وبعدين أحد الذين تعلمت منهم الكثير. عمر البنا ده كان المجلس بتاع الشعراء في دار حزب الأمة القديمة في الخمسينات، كانوا بيجوا الشعراء يجتمعوا ويتونسوا، فعم عمر ده كان بيجي بدري شوية، فأمشي أتونس معه، اتكلم معه عن الغنى، اتكلم معه عن كرومة، اتكلم معه عن سرور، اتكلم معه عن هذا. وبعدين قام دخلني في قضايا، قال لي انت بتكتب شعر قومي، لكن انا عايزك تكتب شعر الجناس. ما هو الجناس؟ قال الجناس هو انه القافية تكون من كلمة واحدة مكررة لكن لها معاني مختلفة، يعني كل كلمة تديك معنى غير الكلمة الفاتت، ده الجناس. فأداني فرصة، قال لي يديك يوم، قلت له لا تديني يوم ولا تديني حاجة، أديني ربع ساعة أنا أعمل ليك. ودي مجد قعدت في طرابيزة بعيدة، طلعت ورقة وقلم وجيت قلت له مقطع بتاع الجناس اللي عملته، قلت له مقطعين، قلت له يا سحر العيون خدك مزام بعارض، ساكن في قلوبنا وفيها راقص عارض، يا ظبي التلال للمحاسن عارض، يرعاك الإله يحميك من كل عارض، طيفك يا جميل في نومي لي معارض، ومن صدك وجورك صار شقايا معارض، بتقلب براي في النار وما في معارض، تعال شوف الألم شيدنا ليه معارض. رجعت لعم عمر، استغرب إني عملتها بسرعة، بعدين دخل يده في جيبه أداني 25 قريش ربع جنيه، أتذكر كان لونه أحمر، قال لي الليلة تمشي تأكل لحمة وتدخل السينما وأنا مبسوط منك أمشي. خطيته في جيبه، قال لي تعال 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 في حاجة تانية. هاي عم عمر، قال لي أنا عايزك تعمل مقطع شعر تكرر فيه حرف 21 مرة. كيف؟ قال لي تعمل، وسمعني نموذج منه، قال لي تعمل تختار حرف تكرره 20 مرة في الرباعية. طيب أديني ربع ساعة، أديني ربع ساعة مشيت. رجعت له قلت له مشن وتشرشرن شرن الشرى وشالنه، حشا للحشا وشوف الشريف حشنه، شاميات شقي الشاف شقب يشقنه، والشاف الشفا من الشفا بيشفنه. قام عداي اللي جايين 20، الأولاني فيه 6، الثاني فيه 4،
الثالث فيه خمسة، ولا عدنا ولقاهم كلام صحيح فعلا 20 حرف، دخلي في جيبه اداني وربع جنيه ثاني. بقيت اليوم ذاك عندي 50 قرش، اول قروش القبض من الشعر كان مهم. فبقيت اتلح مجالس الشعراء، فمرة جيت لقيت عم العبيد عبد الرحمن عليه رحمة الله، وعبيد راجل مهذب جدا، ما بقول لك انت غلطت ولا كده، يقول لك لو عملت كده يكون احسن، لو صرفت كده يكون احسن لك، ما بقول لك اعمى، ما بديك امر، دائما يديك خيارات، يقول لك لو عملت كده احسن من كده. فقلت له يا عم عبيد انا عملت اغنيه كيف، وطبعا سمع بتاعة الجناس، وسمع بتاعة تكرار الحروف، عنده فكرة. فقال لي يقول قل له قل له قلبي شغل به، ونسيت دنيا الناس ما كنت ناسيه، قل له يتذكر في عمره لو مرة، ده حرامي جافينا وإنسانة بالمرة، ما كنت أتعذب ليه أشرب المرة، ما دام جمعنا هوى وعشنا السعادة سوا، قل له شوق الشوق في الليل بناجيه، ونسيت دنيا الناس ما كنت ناسيه. يا سلام، قال لي يا سلام، والله يا ابني عملت كلام جميل، والله ما كمل كلامه، الكاشف جه داخل. فندى وقال له تعال يا ابراهيم، تعال تعال تعال. ولدنا ده عامل كلام مهم جدا وجديد والله، تعال اقراه لك، سمعوا له. فسمعته استاذنا الكاشف الله يرحمه. قال لي قولها ثاني، قلتها ثاني، قال لي قولها ثاني، قلتها ثاني. لما قلتها له المره الثالثه تركز كده وقال لي من اولها لاخرها. قال لي هي كده؟ قلت لي كده. قال لي خلاص خليها، انتهى الموضوع. قام عبيد قال لي واعمل لي لحن خفيف عشان انت ما تصعب الامور، خلي الناس يغنوها بعدك. فقال له كويس. المهم الخميس اللي بعده طوالي في الحفله بتاعت الساعه 9:15 اللي هي الحفله الاخيره في الاذاعه السودانيه، سمعت الكاشف بيغني، لكن ما نفذ وصيه عمنا عبيد، عمل فيها حاجه صعبه جدا، غنى قول له قول له قلبي انشغل بيه، بعدين في البيت الثالث طوال دخل ونسيت دنيا الناس ما كنت ناسيه، قل له قل له تم 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 تم. بعدين عمي عبيد كان قاعد معانا سامع، قال لي يا اخي شوف انا هذا عمله كيف يا اخي، قلنا له سهله يعملها كده، ونسيت دنيا الناس ما كنت ناسيه، قل له قل له تم 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 تم. بعدين الاغنيه عملت علامه وخلت كثير من الفنانين اللي بعرفهم وبيعرفوني انه يا اخي زود ده بيعرف يعمل غنى. بعدين انا كنت ساكن في نادي حي البوسطه، قدام النادي طوالي كان بيت العاقب محمد حسن، وانا عرفت العاقب في مناسبه ما لها دخل بالغنى، انا يعني مدمن قرايه. بعدين شاركت مع استاذنا احمد عاطف في فرقه السهم الفضي، كنا بنعمل مسرحيه معه. فاحمد عاطف كان درس دراما في المانيا، فبيقول لنا حاجات جديدة علينا، قال الممثل إذا كان ما بيعرف علم النفس ما يقدر يمثل، لأنه بيشخص الحالة الإنسانية، فلازم يكون عنده دراية بعلم النفس. فأنتوا يا جماعة أي كتب بتاعت علم نفس أقروها. فمشيت مكتبة عمر في ميدان سوق الموية جنب المعرض بتاع قابل بتاع الموبيليا. مكتبة عمر دي بتجيب المجلات والجرائد المصرية.
فسألته قلت له في مجلة بتاعت علم نفس اسمها حياتك بيطلعها عبد المنعم الزيادي، فيا أخي لو جات المجلة دي أنا عايز منها عدد. قام قال لي يا أخي المجلة دي آخر عدد أخذه الأستاذ ده، أشري على زول واقف ماسك المجلة في إيده، الزول الأشر عليه وده كان العاقب محمد حسن. قام العاقب قال لي أنت مش فلان الساكن في حي البسطة؟ قلت له أيوه. قال لي يا أخي أنا جارك، المجلة دي أنا الليلة بقراها، تعال بكرة بديك ليها. وقال لي تعال بكرة تغدى معي كمان، يعني جابت ليها غدا كمان. المهم ثاني يوم مشيت له لقيت العاقب ده حاجة غريبة جدا، أنا عارفه غناي لكن كمية من الكتب وكمية من المجلات وكمية يعني والجرايد وكده، زول جراي جدا. ولقيت المجلة عنده الأعداد اللي فاتت كلها، فأداني عدد من مجلة حياتك. وبعدين بعد ما ظهرت الأغنية بتاعت الكاشف قال لي إيه بتكتب هنا ما تكتب لي هنا أنا ما بغني؟ قلت له أنا عارف أها أكتب لي. فكتبت له أول أغنية كانت الحير فكر غرامه والمفرح قلبه سلامه، ما داري بي والباقي علي سهر عيني وعيني الحلوين يمكن ناموا. ولحنا لحن كان جديد في ذلك الحين، الحير فكري غرامه والمفرح قلبي سلامه، ما داري بي تم 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 والباقي علي تم 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 سهر عيني وعيني الحلوين يمكن ناموا يمكن ناموا. وبعد موسيقى جميلة وغنى جميل، الأغنية ظهرت ظهور رائع جدا. وكتبت له فيها أكثر من 10 أغنيات، فيها الفؤاد المجروح وفيها ظلموني الحبايب وفيها أشهر الأغنيات اللي هي يا حبيبي نحن يتلاقينا مرة، ودي كان لها برضو قصة تحكى، لأنه أنا كنت في الجنوب في رحلة فنية، قاموا قالوا لي تسكن مع الممثلين ولا تسكن مع حسن عطية. حسن عطية جنه حتة كده في فيلا قاعد، حتة جميلة يعني فخيمة يعني، فأنا قلت الممثلين المقاعدين في فصل في المدرسة أسكن مع حسن عطية أحسن لي. عثمان حمادي قال لي لا حسن عطية دي عملك مراسلة طول اليوم، قلت لي خليه يعملني أنا لاقي يا أخي ده حسن عطية أمشي أسكن معه. وفعلا عملني مراسلة أمشي أجيب الشير الفلاني طول اليوم نشغل فيها وأنا راضي مبسوط، لكن بالليل بدندن الناس أسمعه يأخذ العود ويغني ويجوا أصحابه من كبار الموظفين، أنا مبسوط بالجلسة. فمرة قاعدين على العصرية شلت ورقة وقلم وقعدت أكتب. أنت بتعمل إيه؟ قلت له أنا بكتب في أغنية. أغنية إيه؟ قلت له بكتب في أغنية جديدة أنا مثلا هسه. قلت له قال لي تعال سمعنا ليها. مشيت قعدت جنبه قلت له يا حبيبي نحن يتلاقينا مرة في خيالي وشعوري ألف مرة ألف مرة، عاش كلامك والليالي تقول سلامك والبعاد يشعل غرامك، بالمحبة عيوني سهرة عايز اشوفك تاني مرة ألف مرة. قال لي اسكت خلاص، خدت الورقة قدامي خطيتها. يا حبيبي نحن يتلاقينا مرة تتتتا في خيالي وشعوري ألف مرة ألف مرة ألف مرة. يا خواض الله يرحمه دخل لقاه بغني قال لي يا حسن انت ناوي تغني الأغنية دي عن حسن البحر؟ حسن البحر كان المحاسب بتاع الإذاعة، ناوي تغنيها حسن البحر في الاستوديو في مكتب الحسابات والله في الاستوديو والله داير تسجيلها لشركة رسل، دي كانت شركة حسابات مشهورة شركة انجليزية بتراجع على الشركات. فقام حسن عطية قال لي لا 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 اسمع شيل ألف مرة دي برا. يا استاذنا لو شلتها برا الاغنية دي بتنهار، الاغنية اصلا قايمة على ألف مرة دي. قال لي لا 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 ألف مرة ما بقولها. شوف حسن خواض قاعد يضحك علينا يقول تغنوها في الحسابات، شلتها. لما رجعت من الجنوب بحكي الحكايات لأستاذنا العاقب الله يرحمه، فقلت له يا أخي حصل كذا 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 كذا، قال لي وريني لها. المهم أنا حافظه قلت له، قال لي خليها لي. بعد أسبوع طالع من نقابة الفنانين لقيت
العاجب ماسك العود والفلاتية بتغني حبيبي نحن تلاقينا مرة. اتضايقت، الأغنية ما أغنية سيدة، السيدات لهم كلام يتقال، يعني عندهم طريقة. كان دار تألف أغنية لسيدة غير ما تألفها عشان يغنيها رجل وكذا. المهم مشيت كلمت التاج مصطفى، قلت له يا أخي العاقب ده كل ما يعمل أغنية يفتش لها مطرب يغنيها يهرب. قام التاج قال لي أنا دلوقتي بخليه يقوم جاري. قلت له قال لي بقنعه، أبا يقنعه ما اقتنع. قال لي ولا غنيها براك بابا أبا. المهم قال لي وكلام للفلاتية ما بيتقال في ألف مرة دي. قامت الفلاتية اتخلعت قالت لي بري 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 ما بغنيها ألف مرة، كيف ألف مرة ما بغنيها ما بغنيها ما بغنيها. المهم في الوقت ذاك دخل أحمد الزبير، كان بيعمل فقرة في برنامج أشكال والوان بيقدم فيها أغنية جديدة. فالتاج مصطفى أخذ العاقب طب العصب، دخلوا الأوضة بتاعت النقيب بتاعت أحمد المصطفى، ودخل أحمد الزبير قال لي أحمد الزبير سجل له نحن اتلاقينا مرة دي اللي هي عايز أشوفك. فالعاقب غناها على العود. يوم الجمعة الصباح أذاعوها، لفتت النظر جات المرحومة ليلى المغربي في ما يطلبه المستمعون، قالت في أغنية وزعت الليلة الصباح الناس طلبوها مني بالتلفون حقدمها في ختام هذا البرنامج، قدمتها برضو في نهاية البرنامج. بالليل جعل المك الله يرحمه بيقدم سهرة فنية، قال أنا سمعت الليلة الصباح في أشكال والوان أغنية جديدة للعاقب محمد حسن عايز أشوفك أسمعكم ليها. وزعت في اليوم 3 مرات، وعلى مدى أسبوع كامل كانت الإذاعة السودانية تكرر أغنية عايز أشوفك بالعود للعاقب، وبعدين سجلوها اليوم مع الأوركسترا. الفلاتية ضايقت من الكلام ده جدا، وقالت نكتتها الشهيرة اللي حكيتها أكثر من مرة، أنا داخل الإذاعة وهي مارقة شافتني سرقدور، قلت لها نعم، قالت لي ده هي تاخدك وتاخد عوض جبريل معاك. قلت لها طيب أنا بسببي عوض جبريل اللي ما هو معاي شنو؟ قالت لي لمته الشنا ما انتوا الاثنين شينين. المهم بقت النكتة ذاتها سبب شهرة للأغنية، وظلت العلاقة مع العاقب مستمرة حتى رحيله، يعني حتى سكننا في القاهرة مع بعض، عملنا عديد من الأغنيات منها عجيب يا حب وأمرك عجيب، وعملنا أغنية غناها على السلم السباعي الحلوة الأسمر ناداني وبكلمة تريد استناني، بطلت الحب أنا من بدري لكن حرجع على الحب تاني، أهواك أهواك اسمراني. كانت رحلة مهمة جدا مع العاقب. ثم رحلة تانية مع أستاذنا إبراهيم الكاشف اللي بدت بيقول له الأغنية التانية، كانت يوم المهرجان، ودي أنا أصلا كتبتها في مهرجان الأحفاد. حضرت مهرجان الأحفاد واشتركت بالتمثيل في ذلك اليوم، وذكر كانت في أحداث لذيذة حصلت، إنه ناس أنا وحسن عبد المجيد بنمثل قاطعونا، فأنا رديت عليهم. واحد قال ده كمان عامل نفسه فنان، اتكلم علي أنا، قلت له والله يا أخي أنا عامل نفسي فنان كويس، لكن في واحد من الناس عامل نفسه صعلوك، فالناس صفقوا لي. كان رد قوي. لما نزلت من المسرح عبد الله بيخ خليل كان رئيس الوزراء كان حاضر، فناداني وشكرني قال لي التمثيل كويس لكن ردك على الزول اللي نقدك كان أجمل، انت هايل شجاع شكرا. لما رجعت الكواليس رسل لي ظرف فيه 10 جنيه، ورسل لي حسن عبد المجيد ظرف فيه 10، كانت قروش كثيرة جدا، أنا ما أجري بي 5 جنيه لما يرسل لي جار شهرين يعني. المهم في اليوم ذاك أحمد المصطفى قدمني لي واحدة من البنات، كنت عندي أغنيتين 3 يعني، فقال لي السير قدور ده بيكتب أغاني، قالت لي أعمل لي أغنية، قلت لها حاضر. فالمهم
ده الكلام بتقوله اي بيت لما يقول ده شاعر غنى. انا ما اعتبرته كلام ساكت يعني. لكن بعد اسبوع ولا اكتر وانا طالع من البيت من شارع الجعليين، نفس البيت دي شايل الشنط بتاعته بتاعت المدرسه، يبدو انها في المدرسه بتاعت الملك الناحيه الثانيه. استاذ السيري ازيك؟ قلت لها انا عملت الاغنيه. اغنيه شو؟ قلت لها متى قلت لك اعمل لي اغنيه؟ قلت لها والله بعملها ان شاء الله. المهم في ذلك اليوم بالليل تذكرتها فقلت رف قلبي بجناح النسايم، راح وشافك وشاف جمالك وانت نايم، شافك ولقاك اجمل ملاك، وردة ربيع غطاك نداك، يا وردة احلى من الزهور، مالو القمر يا حلوة خلاه الظهور، رسلت قلبنا لك هناك، جاني ورجع محتار معاك، واحتار انا عمري وين، انا حبي وين، وعمر المعذب كم سنة، احترت في عمر السنين، وانا الهناك ولا الهنا، ولقيت حياتي مقسمة، نصف الارض نصف السماء، وانت القمر، وانا كلما زح السحاب القاك تبين، فيك الدلال اصل الدلال حق الشباب، وانت السحاب حجبك كتير، وانا في الارض يا روحي حارقني الهجير. بعدين تاني يوم في النقابه قابلت استاذنا الكاشف الله يرحمه، وحكيت له الحكايه تفصيلا كده، قلت له حصل كذا كذا وانا قلت كذا كذا، قال لي قولها تاني، قلتها تاني طريقته، قولها تاني قولها تاني قولها تاني. بعد فتره كنا في المسرح القومي بنمثل فاصل فكاهي صغير، انا بعمل المكياج مع عثمان حميده، سامع الكاشف بيغني رفع قلبي بجناح النسايم، راح وشافك وشاف الله، ده غناه في فتره قصيره جدا، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم بعد ما انتهى الغنى وانتهيت من التمثيل مشيت له وقلت له انت عملت حاجه غريبه جدا، احتار انا دي انا قلتها مره واحده، انا حبي وين انا عمري وين، وعمر المعذب كم سنه، احترت في عمر السنين، وانا هناك ولا هنا، احتار انا، انت عملتها اساس للاغنيه كلها، حتى الناس بيقوا يسموها احتار انا، سابوا الاسم بتاعي يوم المهرجان. قال لي لانك انت اصلا محتار يا اخي، انت عملت لي من الخير تخاصم يوم وفؤادي معك والله احتار، وعملت لي العاجب الحير فكري غرامه، اذا انت محتار، انا اخذت الحيره بتاعتك دي بروزتها لك. دي كانت احدى عبقريات الكاشف، ادراكه للنص، يعني كلمه انا قلتها عابرا ثبتها، عملها عنوان للاغنيه او عملها اهم كلمه في الاغنيه. بعدين الاغنيه الثالثه دي كان ليها كمان مناسبه عجيبه جدا. محمد يوسف موسى عليه رحمه الله الشاعر كان محرر في صفحه صوت السودان الفنيه بتاعت الخاتميه، وانا محرر في جريده الامه الفنيه، يعني في السياسه نحن على طرفي نقيض، لكن احنا اصحاب نتقابل في مدرمان نتونس ونقعد وندخل السينما مع بعض وكده. مره قال لي السرقدور تعال اديني قصيده انشر لك في صوت السودان، واديك قصيده تنشر لي في جريده الامه. قلت له جدا، اداني قصيده وديته قصيده، انا اديته الشوق والريب، وهي في نظري ما اغنيه، هذا شعر مرسل ما فيها قوام، ما فيها مقاطع، ما فيها شيء مرسل كده طوالي، اديت له. يوم ما اتنشرت جريده صوت السودان بتفتح على عماره فاروق جامع فاروق، والمعرض بتاع الموبيلي بتاع الكاشف في العماره دي، فانا لاني محرر في جريده الناس فبمشي اقعد مع الكاشف، فمشيت قعدت معاه، جاء عمنا احمد سنجر الشاعر الختم الكبير الخليفه، اول ما شافني شاكرني قال لي السرقدور انت دلوقتي بقيت تقلد الشعر بتاع المصريين الجديد ده، انت جدك فلان الفلاني وابوك فلان الفلاني وعمك دي اهل الشعر،
ده شنو الكلام الفارغ اللي كتبته ده يا اخي؟ ده ما شعر. قام الكاشف قال سمعوني ليها. فانا حافظ قريت الشوق والريد والحب البان في لمسة ايد واغاني نقول ونعيد والدنيا زهور في عينينا تصبح كل يوم زي طفلي وليد كل الاشواق واهب تجرح قلب المشتاق ديل يا هاجي ليك في رسالة لو روحك يوم تنسى دلالة وتشوفنا قريب ما تتعالى تسألنا ونسأل عن حالة ونعيد المكان. كمل كمل كملت 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 لغاية ما حافظها. قمت ركبت معه في العربية رجعنا من رمان مع بعض. لما وصلنا قريب من بيتنا وقف العربية وسمعني لي قال لي مظبوطة كده والله نسيت حاجة قلت له مظبوطة برضو نفس الشيء. ما مر أكثر من 10 أو 12 يوم سمعته بغني الشوق والريد. في أغنية ثانية برضو لها قصة مهمة جدا. دي كانت افتكر سنة 59 أول عيد للثورة بتاعة عبود. عملوا دعوة لشعراء الغناء. طلعت فريد، محمد عامر بشير فوراوي، أحمد خير وزير الخارجية عليهم رحمة الله، وجينا نحن الشعراء شعراء الغناء. في الأول طبعا قعد العبادي، محمد ودردي، سيد عبد العزيز، عبيد عبد الرحمن، محمد بشير عتيق، عبد الرحمن الريح، محمد علي الأمي، حسين العمرابي، يعني الشعراء الكبار. أما الأولاد الجدد أمسنا السير دوليب، محمد علي أبو قطاطي، السير قدور، دين إحنا قعدونا في كراسي بعيد عن المائدة الرئيسية ورا كده برانا قاعدين مستمعين يعني ما مشاركين. المهم قام طلعت فريد قال إنه بعد كذا بعد كذا بعد أسبوع أو شهر أو حاجة الاحتفال بالعيد الأول لثورة 17 نوفمبر ونحن دعيناكم عشان نعمل أغاني لهذه المناسبة. فأنا قمت وقفت قلت أنا معاليك أقترح إننا نعمل أغاني وطنية ما لها ارتباط بمناسبة معينة تزاع في يوم عيد الثورة ثم تزاع بعد ذلك، لأن عملنا أغنية مرتبطة بعيد الثورة بزاع مرة واحدة بعد كده ما بتزاع. قام قال لي اقعد انت ذاته، قال لك تتكلم منه ناس الكبار قاعدين، ده شو ده يا أخي اقعد. رحت قاعد طلعت ثاني فتحت خشمي لابو قطاطي السندوري سكتنا خلاص، جانت التعليمات نحن ما نتكلم ما تكلمنا. لكن بعد ما انتهى الاجتماع الكاشف من مدني احمد خير من مدني الاثنين واقفين بيتكلموا مع بعض يتونسوا، فلما شافني الكاشف ناداني قال لي تعال سلم على عمك احمد خير. سلمت عليه واحمد خير قال لي والله يا ابني السير قدور والله كلامك تمام، انت قلت كلام جد، يعني الناس يعملوا غنى وطني يوزع في عيد الثوره وبعدين يوزع على طول، انا موافق على فكرتك، ولكن استاذنا فرع طلع ده ما بنقدر نقوم بعد ما قال الكلام ما بنعارضه على اي حال، انت دلوقتي اعمل اغنيتك الوطنيه دي ويزعها في عيد الثوره وتستمر بعد ذلك عاديه. المهم واضح انه اقتنع بوجهه نظري وزادني اقتناع بها. بعد الكلام بتاع استاذنا الكاشف الله يرحمه مع عمنا احمد خير الله يرحمه الاثنين ركبنا العربيه مع الكاشف مشينا نتعشى في المجرن، وفي اليوم ذاك وفي حديقة المجرن كتبت أرض الخير إفريقي مكاني.